صباح الخير وصباح النور صباح البركة والتيسير عليكم يا أحلى وأغلى متتبعات صحباتي الزوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبتمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. وكيف العادة غنبداو كلامنا بالصلاة والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكنبارك لكم العواشر، كنقول لكم عواشركم مبروكة، تدخل عليكم بالصحة والسلامة والرزق وطول العمر والهنا وراحة البال، آمين يا ربي. وكتشوفوا صبحت عليكم هذا الصباح يلا فايقه من النعاس البنات، شفت حلت الترجم وانا نلقى هاد الطير هذا، هاد الحمامه هادي ما عرفت شو سميتها، ديما وليت كنلقى هاد الايام هنايا. شوفوا راه باسل شو كيطيح داك الطويصه اللي دايره فيها الخبز، قلبها طيحها، عرفت شو؟ ما بغيتش نحل الترجم، خفت منه حتى مشى بحاله. واش غريغر ولا ما عرفت المهم اللي عرف سميتو يقولوا لي في التعليق، ديك الحمامه ولا شكون هو هذاك، المهم اللي عرف السميه ديالو في التعليق يقولها ليا. شوفوا كيرول ليا الدنيا. اما دوك الفريخات الصغيورين مساكن غير كنقرب للسرجم كيهربوا، اما هذا بقى واقف في بلاصتو انا اللي هربت. وكيف العاده كندور على السرجم كنمسحهم، راكم عارفين الغبره، واخا تعيط تمسحي الغبره اللي كيصبحوا عاوتاني مغبرين، وملي كنحل السرجم وكانوا ما ممسوحينش ديك الغبره كامله كترجع للدار. وخصوصا هذه الكوزينه حيت دايره فيه دوك الطويصات، وحده فيها الخبز وحده فيها الماء، على حساب الفريخات كيكرفصوا السرجم. بحال واحد الاخت قالت لي راني كيعجبني نحط الفريخات زعما كالخبيز والماء، ولكن قالت لي كنرجع لي السرجم حالته صافي، مابقيتش كنحط ليهم. ماشي مشكل، واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق غادي يخدم منك داك السرجم، خليه واحد الزويفه كخاص به، تبقاي تمسحي داك الزبل ديالهم داك الوسخ ديالهم، وعاودي جدي ليهم الماء. والخبيز راه ماشي كل نهار كنحط لهم هكا خبز جديد، كان بحال مثلا نهار ايه نهار لا على حسب واش كلا ولا لا. تبارك الله انا كيجي عندي لهاد السرجم بزاف ديال الفريخات، عرفتو من الصباح حتى العشيه، المهم ديما 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 كاين عندي الفريخات تما مساكن. صافي هنا كنغسل هاد الطويصلات نخليهم ينشفوا واحد شويه ونعاود ندير لهم فيهم الخبيز والماء. وبالنسبه للخبز، واحد الاخت قالت لي واش كتعطيهم الخبز فازك اولا ناشف؟ شحال هذيك تكرطبوا ليهم بالماء وما كانوش كيبغيو ياكلوه، دابا وليت ما كنرطبو ما والو، صافي كنشد واحد الطريف ديال الخبز ديك البابا الوسطانيه كنبقى كنفتتها بيدي وكنخليه بحال هكاك، بحال هكا راه كياكلو، غير جربيها. وصافي دابا غادي ندوز انا عاوتاني باش نوجد الفطور ديالنا، راني انا الاولى، راجلي ووليداتي مازالين ناعسين، قلت غادي نوجد واحد الفطور يكون زوين وغادي نجمعوا عليه. كيف العاده راكم عارفين دابا العاده ديالي، حيت ان شاء الله هذا النهار داين واحد البروغرام، غادي نخرجوا غادي نتغداو على برا، المهم ونفوجوا، راكم عارفين ما سافرنا ما والو غير الدار، ايوا قلنا نخرجوا نفوجوا واخا غير في نفس المدينه، نبدلوا الحيوطه هذا مكان. المهم بالنسبه للفطور قلت غادي نصايب بانكيك، شحال هذه ما صايبتو، اليس كيعجبو بزاف. بالنسبه للطاق الطريقه والمقادير، خديت واحد الاناء غادي ندير فيه جوج ديال البيضات، زدت عليه واحد الساشيه ديال الفاني، واحد القبيصه ديال الملحه، وسنيده غندير تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال سنيده. صافي وغادي نخلط بعد هاد المكونات مزيان في الاول حتى كتذوب ديك سنيده. ودابا غادي نزيد الزيت، غندير 5 المعالق كبار ديال الزيت، وغادي نعاود نخلط من جديد غير بهذا الخلاط اليدوي باش كنخدم بلا ما نجبد مولينيكس، غير هذا قاضي الغراض. ودابا غادي نزيد الحليب، الحليب كنعبر بالكاس ديال العنبه، درت الكاس الاول عامر مزيان، والكاس الثاني انتما كتشوفوا كاس لاروب ما عامرش مزيان، وكنعاود نخلط كل شيء. دابا بقى لي الطحين والخمارات. بالنسبه للطحين نفس القياس اللي درت في الحليب هو اللي غادي نديرو في الطحين، كندير الكاس الاول ديال العنبه عامر مزيان، طحين الفرص وكيشتو ضروري ما نغربلو، والكاس الثاني هانتوما كتشوفوا حتى هو كاس لاروب، كاس ما عامرش مزيان حتى هو غربلتو، وكندير خماره وحده. صافي وغادي نخلط كلشي مزيان. البنات اللي بغات تعوض مثلا الحليب بالليمون ممكن كدير عصير الليمون، عاوتاني كيجي فيه واحد المذاق واعر لذيذ بزاف، انا ما عنديش الليمون فاش كيكون عندي كنديرو، المهم اللي كان دابا كاين الحليب. صافي هنايا نتوما كتشوفوا الخليط كيجي مرخوف شويه، كنغطي كنخليه يرتاح تقريبا واحد 10 حتى 15 دقيقه وعلى ما نعاود نرجع عليه. ومن بعد ما دازت هاد المده رجعت ليه، صافي غادي نحيد ليه هاد السلوفان. انتما كتشوفوا البنات تقال، ما بقاش بحال كيف خليناه في الاول، كان خفيف في الاول، دابا رجع ثقيل شويه. هنايا المقله البنات ضروري ما تكون سخونه من قبل، ما كندهنها ما والو حيت ما كتلصقش، ضروري خص المقله بعدا تكون ما كتلصقش، والعافيه تكون مهيله ما تجهدوش العافيه، باش هاد البانكيك يطيب على خاطر ما يجيش خضر من الداخل ومحمر من برا، خليوه يطيب على خاطر ما كيشدش بزاف ديال الوقت. ومن بعد ما كيدير دوك التقيبات وكتشوفوا دوك الجناب نشفوا وتقلعوا من بلاصتهم، صافي كنقلبوهم
هانتوما كي كيجي محيه مرمن الدار ديالو، بقاو واقفين عليه حيت راه دغيا دغيا كيطيب راه بحال بغرير. هذا بعد الفطور كيعجبني، علاش؟ حيت كيوجد دغيا، خصوصا الفطور راكم عارفين ما كنبغيوش شي حاجه اللي تشد لينا الوقت، شي حاجه اللي نصايبوها فطائر ولا اي حاجه اللي توجد دغيا. صافي غادي نكمل داكشي ديال الخليط اللي بقى لي بنفس الطريقه. وبالنسبه للبنات اللي ما عندهمش هاد المقله ديال ربعه الوجوه اولا سبعه الوجوه، يخدموا غير المقله الكبيره العاديه، كيديروا فيها القياس اللي بغيتو، بغيتوهم يجوكم كبار اولا بغيتوهم يجوكم صغار. انا قبل ما نشري هذه كنت كندير غير في المقله الكبيره العاديه غير ديال البغرير، واخا كانت المقله كبيره كنت كنحاول ندير غير في هذا الحجم هذا باش ما كيجيوش كبار بزاف، وحتى الا درتهم عاوتاني كبار فاش كيطيبوا ما كنخليهاش هكا، كنقسمها على جوج، كل نص كنزينو بطريقه مختلفه بالشوكولاته والبنان ولا المهم باش ما كان. وصافي هنا البنات كملت الطياب ديالهم، راه كيجيو خفافين ورطبين وكيعجبوا بزاف الوليدات، كيعجبونا حتى حنا الكبار صراحه. بالنسبه للتزيين خصيت نزينو بهذه الطريقه، كيجي زوين هذه الطريقه. كناخد واحد البانكيك كندهنها بشويه ديال الشوكولاط. بالنسبه لهاد الشوكولاط نسيت ما قلت لكم، ذوبت واحد الدرهم ديال الشوكولاط، خمسة ديال الحبات الشوكولاط العادي داك 4 دريال في حمام مريم حتى داب، وزدت عليه واحد دانيت الشوكولاط باش درت هاد صوص الشوكولا كيجي لذيذ بزاف. وكنحط وحده وكندهنها وكنزيد فوق منها وحده وكندهنها، المهم القياس اللي بغيتو. وهنايا خديت صوص الشوكولا هذا اللي واجد، درت به تزيين خفيف، درت خطيطات ديال الشوكولاط، وعندي هنايا شويه ديال الكاوكاو مهرمش كنبقى ليا شحال هذه فواحد الطاسه كنت نجي نزيد نزيدو دابا. ودرت هذا الفرومبواز من الفوق، شوفوا الشكل ديالها كيجي الصراحه زوين بزاف وكيفتح الشهيه. صافي دابا غادي نكمل بنفس الطريقه الباقي ديال البانكيك. غادي ندير ثلاثه طباصل، راكم عارفين حنا ثلاثه بينا، غادي ندير ثلاثه طباصل. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من انا غزالات ديالي غادي نجلسو نتغداو انا ضايخه غادي نجلسو نفطرو. ما كانتش تجربه هاد البانكيك بهاد الطريقه، راه كيجي ناجح، تفرحوا به وليداتكم، صايبوه ليهم هكا في الفطور ولا حتى في الكوتي كاف العشيه فاش يرجعوا من المدرسه، اكيد غادي يعجبهم. المهم هنايا عمرت واحد البريد ديال اتاي بالشيبه، ودرت هنايا شويه العسل وشويه الزيت والفرماج، وحطيت هاد الحريشات هادو كانوا عندي في الفريكو، جبتهم غير سخنتهم صافي، وزدتهم حتى هما في الفطور حيت ما كانش الخبز، قضيت بهذا الشيء اللي كاين. وهنايا من بعد الفطور تحزمت لداري، قلت غادي نقيها ونخليها كتشعل شعير وتغنيها ليل عاد نخرج، حيت الصراحه فاش كنخرج والدار نقيه انا بعدا هكا دايره كنكون مرتاحه، ما كنبقاش نخمم خليت المواعين خليت البوطه ممسوحاش، كنبقى نفكر في تماره راها تابعني، زعما راني واخا خرجت وفوجت راها تماره كتسناني في الدار، داكشي باش كنبغي نحيدها عليا بعدا في الاول. وكنخرج وانا مرتاحه مع راسي باش في العشيه ملي كنرجع للدار كنرجع فرحانه، راه كتبقى في ديك الفرحه ديال الخرجه، ما كنبقاش نجي من الزنقه، راكم عارفين برا كيعيي، يلاه تكافئي مع الوليدات تبدلي لهم الحويجات دوجي لهم ويجلسوا يرتاحوا. وهاد الخريجه البنات راني صورتها لكم من الحد الفايته، الحد اللي فات هي فاش خرجنا كانت يلاه بدات العطله، ولكن ما كتبش نحط هاد الفيديو، نهار كنت باغا ندير ليه المونتاج ونحطو، جاو عندي الضياف نهار فاش شاركت معكم الضياف، ما صلح لي كيفاش ندير، من بعد جاتني عراضه تعرضت عاوتاني صافي، واليوم عاد كتاب كيف كيقولوا فوق ما جا الخير ينفع. وبالنسبه للدار البنات
راني درت عليها جمعتها واحد الجمعه خفيفه، بيت النعاس الصالون المعينات اللي كانوا في الكوزينه راكم شفتوا غير ديال الفطور غسلتهم، البوطه مسحتها واحد المسيحه خفيفه، والتسيق راه كنسيق غير الكوزينه ووسط الدار طواليت بدوش اعزكم الله. اما بيت النعاس والصالون هادو كندوز ليهم غير جفاف بجافيلو سانيكروا، وهذا ما كان. وبالنسبه للتحضيرات ديال رمضان ان شاء الله هاد السيمانه غادي نبدا معكم التحضيرات ان شاء الله. غادي نصايبوا العسل هو الاول نبداو به باش نديروا به المعسلات، نصايبوا سلو عاد نتقضى التقضيه ديالو داكشي اللي خصني، ونديروا شويه ديال البريوات. مهم اي حاجه ان شاء الله درتها غادي نشاركها معكم، وكلشي غادي نوجدوه في الوقت لازربع على صلاح. وهنايا صافي تقريبا ساليت، بقى لي غير وسط الدار كنجرب هاد الكراتو، كندير عاوتاني واحد الجفاف ناشف كندوزو على الدار كامله. طواليت الدوش راه كنرش فيهم هما الاولين جافيلو سانيكروا، الثالث اللي عاد كنحكم، وغادي نمشي باش نبدل حويجاتي ونبدل وليداتي ونوجدهم حتى هما. راكم عارفين اللي عنده البز فاش كيبغي يخرج والله الا مشكله، خصك تهزي ليه كوش دي هادي دي هادي، كنحيرو غير فداك الصاك. وهنا البنات صافي خرجنا قلعنا دي مارينا الطوموبيل، الياس هو اللي صايق بينا الياس هو اللي صايق بينا. غنجيكم بعدا الصوره ماشي هي هذيك شويه مقلوبه، حيت راجلي هو اللي كان كيصور انك تهز اياد وما رديتش الباب معاه، غاديين مجمعين وكنهضروا. انا فاش كنبغي نصور على حساب اليوتيوب خصني التليفون نشدو بالعرض ماشي بالطول، ما ديت ما جبت حتى كندير دابا المونتاج عاد عرفت راه كان كيصور بالطول. المهم هنايا كتشوفوا راه شادين، هذه هي طريق البحر راه جبده ديال الطريق، الياس غادي تاوي بشويه عليه. وصافي وصلنا جلسنا ارتاحينا واحد شويه، واحد الجو غزال عرفتي باش كتجلسي كتقابلي مع البحر وواحد الهدوء والصوت ديال الامواج، وكان شويه عامر والله الا زعما راه كانوا الناس ماشي ما كانوش، كانت الدنيا غزاله عرفتي ملي كتخرجي من الدار وكتفوجي والله فين ما مشيتي، المهم غير كتبدلي الحيوط كتحسي بواحد الراحه نفسيه سبحان الله. وخصوصا الوليدات كيفرحوا كتشوفي ديك الفرحه في عينيهم، يد الياس دينا له الكره ولعب جراح حتى شبع، لعب معاه بابا هنا بقيتي غير جالسه فيا لي جري، بقيت شاده اياد وجالسين هنا شوفوا شنو كتب، كتب الياس واياد في الرمله. هنا البنات صافي راه كنا رجعنا من البحر طلعنا، صراحه الهبطه هبطنا حنا رجلينا، ولكن طلعه جينا في طاكسي جينا راكبين، ولكن عرفتي راه جلسنا تقريبا شي ساعه ديال المكانه وحنا جالسين في البحر، ما حسيناش بداك الوقت كيفاش داز، والله ما حسينا به كيفاش داز. صافي هنايا غادي دابا باش غادي نواحد القهوه باش نتغداو، عرفتو كان واحد الجو غزال وكانت الدنيا مشمشه، والصراحه الطبيعه غزاله خصوصا في هاد الوقيته وفي هاد الجو ديال الربيع كتكون الدنيا غزاله، الناس اللي بغاو يخرجوا ويفوجوا كي قلت لكم راه ماشي ضروري تسافروا غير في البلاصه اللي نتوما ساكنين دوزوا وقيته زوينه. واخيرا جينا نتغداو عرفتو جعنا مع من الفطور ديال الصباح، ومن الصباح حنا ندورو حنا نطوطو صافي تسخسخنا. جينا لواحد القهوه خدينا الكفته مشويه وخدينا بولفاف، صراحه راجلي فاش كنتغداو على برا كيقول لي خلينا من دوك التفيتفات ديالك ديال طاكوس وبيتزا وبانيني وداك الشيء، كيقول لي رانا المعقول كيعجبو اما هاد الشيء اما الراس مفور، راكم عارفين الرجال سبحان الله كيعجبهم التغلاق. المهم الغزالات ديالي غادي نكسو نتغداو، وسمحوا لي بعدا اللي شهيتها. هنايا كيوصل الفيديو للنهايه، غادي نختم معكم هنا، كنقول لكم الى اللقاء وشكرا بزاف على حسن المتابعه، وكيف العاده ما تنساونيش من اللايكات والتعاليق الزوينه ديالكم اللي كتفرحني وكتشجعني للمزيد. وقبل ما نسد الفيديو قلت والله تنصور لهم الخاتمه، شوفوا الطباس للبنات رجعوا كيصفروا ما خلينا فيهم والو، من غير هاد المطيشه وبصله بطبيعه الحال اللي بقاو كيشوفوا فيا، امال الباقي اوهوي شكون بحالنا يا البنات.